والله أنا ما بعرف غايته في الدنيا دي كلام بيريح الزول في المصائب زي الآيتين دي. والله ما أي مصيبة تجيني في الأرض دي بس أقرأ الآيتين دي برتاح جدا. لو ولدك مات، لو أبوك أمك أهلك، صحيت من الصباح عندك دكان اتحرق، عندك عربية طقشوها، عندك مصيبة جاتك مريضتها فما شوف حصليك، لقوا عندك فشل كلوي كذي، ما تياس ما تتضايق. بس أقرأ الآيتين دي مش تقرأين بس هنا، فكر فين يعني دبرين. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، عشان ما تزعلت كله مكتوب، إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، من قبل أن نخلقها كتبها الله تعالى. إن ذلك على الله يسير. ليه؟ لكي لا تأسوا، ما تأسى زي ما مكتوب، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. والله الآيات دي بتطمن الزول وتريحه تماما. عندك تجارة خسرت، عندك دراسة سافرت برا البلد وأهلك منتظرينك هنا وما نجحت، ما تتألم، مكتوب. دار تتزوج بنت خالك، جاء واحد معلم عنده برادو بقى مارق، ما تتضايق. والإنسان إذا تألم في الدنيا وحزن وهو يحسن الظن بربه ويرجو ما عند الله فإن الله يعوضه الخير يوم القيامة. لكن لو بتحزن وتجيك الكآبة في أمر دنيا وإنت متضايق، متضايق من القدر ولا تحتسب الأجر عند الله تعالى، فلا فائدة، فلا فائدة. واحد تلقى حزين شهر، مالك؟ لك والله البيت الفلانية وكنت دائرة والزوجة فلان، تلقاه يبكي. واحدين يشغلوا غنى كمان، والله يعني احنا تكلمنا في الغنى في كم مقطع، ناس لما يستحضروا ذاته الغنى برضو خشيتوا فيه، قالوا وما ما لخبط الغنى بتاع لخبطه زي، واحدين تلقاهم يبكوا، واحدين وين، واحدين ايه، واحدين مالين قلوبهم احزان يا اخي، ركشه تلقاها ترجف براء من الغنى. الحاصل شنو؟ البلد كافتيريا تمشي يشغل لك غنى، وهم بيسمعوا الغنى ده يفرحوا وهم بيحزنوا. زول الفنان ذاته تلقاه بصرخ حزين، هو ذاته حزين تلقاه، الفنان ذاته مرات يبكي ذاته. واحدين يقول لك بكى فلان في الغنية، واحدين يتدردق، واحد يهز في راسه، الحاصل شنو ذاته؟ واحدين يكوركوا، واحدين يسووا ويتقطعت جوا جوا. انت مالك ما تقطع وتقطعنا معاك انت؟ ما تقرا قران وتسبح وتستغفر وتستفيد؟ لكن الانسان يحزن اذا وقع في المعصيه. بتحب هذه تزوجها واحد ثاني خلاص، مع الموضوع ده ما خلاص كان ذلك في الكتاب شنو؟ مسطوره، خلاص يتزوج لك واحد ثاني بس انتهت الدنيا. انت قايل ده اجمل مرأة في على وجه الارض، ولا قايل اكثر بيت يعني كلام على وجه الارض، ولا اكثر بيت يعني غنيان على وجه الارض؟ الدنيا دي من آدم عليه السلام إلى الآن كم مرأة جميلة ماتت والدنيا ما وقفت، وكم من إنسان تعلق بفلانة وتزوجها فلان، يعني خلاص الدنيا. شكل المؤمن ده بيرتاح لما يفقد حاجة من حاجات الدنيا، ما بيمشي يسكر ويبلع الحبوب زي الشباب ديل ويلف سورو ويسمع في الغنى وتلقاه قاعد في البحر يجدع في السمك، عكرت السمك ذاته مالك ماله، وتلقاه زهجان ما الحاصل شنو؟ والله يقول لك يا اخي انا ودوني شاكوش، ده اصله شاكوش ولا داند يا اخي، لا في بال بلد، استغفر وسبح واعرف انه ده قدر البيت دي قبل ما يخلقوها الله كاتبه يتزوجها فلان، انت مالك حزين ومتضايق.